جزاكم الله خيرا. أم محسن تقول: يا شيخ، هل يجوز التصدق بالعقيقة للمولود نقدا أي مالا لإحدى الجمعيات الخيرية؟ هذه لا تكون عقيقة، عقيقة ذبيحة، نسك من الأنساك المشروعة، لا يجزي عنها دفع المال مثل الأضحية، إنها لا تذبح لأنها عبادة لله، والذبح عبادة. وصلي لربك وانحر، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالأضحية هذه أو العقيقة هذه نسك عن المولود، لا بد من ذبحها، يعني يستحب ذبحها مؤكدة، ولا يكفي إخراج القيمة تصدق بالدراهم، هذا لا يعد عقيق، إنما يعد صدقة فقط. نعم.